نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان. العناوين. صباح الخير. لا مجلس عزاء، الحريري أجل الاعتذار، وعون يسأل عن سبب إنكار وجود رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية. والكتائب: لبنان رهينة فريقين يدوران به في حلقة مفرغة. تعميم مصرف لبنان سبقه الدولار مسجلا 14,000 ليرة. الاتحاد يعلن الإضراب والمحامون الانتفاضة الكبرى على القضاء. لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية. الدواء استعدوا للجينيريك. نصر الله يعد بالبنزين. نحن حزب الله حنروح على إيران ونشتري بواخر بنزين وبواخر مازوت ونجيبها على مينا بيروت، وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمازوت إلى الشعب اللبناني. غارات إسرائيلية على سوريا من لبنان. سيناريو التأليف صار واضحا، لا ورقة نعي ستصدر لمبادرة الرئيس بري، بل ورقة تأليف يعكف الرئيس المكلف على وضعها على أساس 24 وزيرا مقسمين إلى 3 ثمانيات، وسيحملها إلى قصر بعبدة، فإما أن يقبلها أو أن يرفضها رئيس الجمهورية، وفي الحالة الأخيرة تكون مبادرة بري قد انتهت من دون مجلس عزاء. في آخر التحركات سجل لقاء في منزل رئيس التيار جبران باسيل في البياضة، ضمه ومعاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. وذكرت المعلومات أن تقدما تحقق من شأنه تسهيل وتسريع تأليف الحكومة من ضمن الأصول الميثاقية والدستورية وحسب قواعد المبادرة الفرنسية، ولم يعرف ما إذا كان الوفد قد عاد بجواب من باسيل لمنح الحكومة الثقة ليصارف في ضوئها إلى تحديد آلية تسمية الوزيرين المسيحيين المختلف عليهما. رئيس الجمهورية شكك في تزليل العقبات التي تحول دون التأليف، خصوصا ما يتصل بضرورة تقديم صيغة حكومية جديدة تتحلى بصفات التوازن وعدالة تمثيل كل المكونات النيابية والطائفية. وقال للنهار بالفم الملآن وللمرة الألف: لا أريد الثلث المعطل، مضيفا: يحرفون مواقفنا وهم الذين يجاهرون برفضهم التحدث أو الاجتماع برئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية، لدرجة أنهم يرفضون الاعتراف بوجوده وينكرون عليه حق التسمية. أليس ذلك أمرا مثيرا للريبة؟ سأل رئيس الجمهورية. وعن مبادرة الرئيس بري نقل زوار الرئيس عون عنه التعامل إيجابا معها، ورئيس المجلس أراد مهلة إضافية، ونحن نريد أن نعرف كم الرئيس بري بده يطول باله. وتفيد آخر المعطيات بأن تفتيش جار عن اسمي الوزيرين المسيحيين من ضمن سلة أسماء يقترحها الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني. زوار الرئيس المكلف نقلوا عنه إن الأمور ما زالت صعبة لكن المساعي مستمرة وخيار الاعتذار مؤجل. المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي اجتمع برئاسة رئيسه سامي الجميل شدد على أن البلاد لا يمكن أن تبقى رهينة فريقين يتصارعان على السلطة ويدوران بالبلد في حلقة مفرغة تحت ستار حقوق الطوائف ودستورية المواقع، ورأى أن التهديدات التي تصدر بالاستقالة من مجلس النواب ليست سوى قنابل ابتزازية غير قابلة للصرف من قبل من هم في الواقع أحجار دامة بيد حزب الله. وكرر المكتب السياسي التأكيد أن المشهد اللبناني يزداد قتامة ولن يتغير إلا برحيل هذه المنظومة عبر الانتخابات، ولن يكون متاحا لهذه المجموعة تخطيها، فاللبنانيون لها بالمرصاد والمجتمع الدولي وضعها تحت المجهر.
شراء صمت الناس توالى فصولا مع صدور تعميم 158 عن حاكم مصر في لبنان منظما سحوبات $800 شهريا، نصف المبلغ فريش ونصفه بالليرة على سعر منصة صيرفة أي 12000 ليرة لأصحاب الحسابات المودعة بالدولار قبل 31 تشرين الأول 2019. رئيس الجمهورية اعتبر التعميم حلا جزئيا بمثابة مسكن لداء مالي متفاقم، وقال أخشى أن يكون كل هذا على حساب صغار المودعين. التعميم سبقه تحليق للدولار الذي كاد أن يلامس 15000 ليرة في السوق السوداء أمس، ما حرك الشارع احتجاجا وقطع محتجون الطرق التالية لبعض الوقت: طريق شتورة المصنع الدولية عند مدخل بلدة المرج، طريق تعلباية سعد نايل، وفي طرابلس الطرق الداخلية المؤدية إلى ساحة النور، ساحلا أوتوستراد زوق مصبح وأوتوستراد النعمي والعباسي في صور جنوبا. المكتب السياسي الكتائبي توقف عند النهج الذي تسير به المنظومة الحاكمة بامتهان الترقيع وحرق الوقت والمماطلة في اتخاذ القرارات في مواقع البلاد، لم يعد يحتمل ترف الإجراءات المؤجلة والتي تأتي بعد فوات الأوان على وقع انحدار متسارع إلى القعر أدخل لبنان جدول الانهيارات التاريخية بشهادة البنك الدولي. واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن المناورات المالية لم تعد تقنع أحدا، فالكابيتال كنترول صدر بتأخير 19 شهرا لقوننة أموال مهربة أصلا. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أعلن توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد بتنفيذ إضراب شامل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى عقد مؤتمر نقابي وطني. الإضراب بعد أسبوع ودعوة للمؤتمر الوطني اللي بده يشمل كل فئات الشعب اللبناني لنحكي بعقد اجتماعي يقدر يحمي هالشعب اللبناني ونحمي تحركاتنا، كل الناس تشارك بتحركاتنا. الدواء يحتاج إلى دواء. وزير الصحة حمد حسن علق مؤقتا استيراد أي دواء يوجد له مثيلان مصنعان محليا، والأولوية لاستيراد الأدوية الجينيريك واستمرار قبول الفواتير العائدة لأدوية الأمراض المستعصية البنج، حليب الرضع وأدوية أخرى. وفي اتصال لإذاعتنا بوزير الصحة حمد حسن هذا الصباح أفادنا بأن حاكم مصرف لبنان سيعطي اليوم جوابا نهائيا عن قيمة الدعم الممكنة لتغطية استيراد الدواء، ومعي مباشرة الصيدلي المرشح لمركز نقيب الصيادلة دكتور جو سلوم. صباح الخير. صباح الخير دكتور جورج، لك ولمستمعي صوت لبنان ولصيادة لبنان. طبعا بضوء ما أعلنه لإذاعتنا هذا الصباح وزير الصحة، وفي حال أنه كان الرقم جيد، هل يمكن القول أنه بدأ العد العكسي لإعادة تعويم الدواء ورح نرجع نصير نشوفه بالصيدليات في حال كان، برجع بكرر، جواب حاكم مصرف لبنان إيجابي؟ نحن اليوم مع أننا رغبة بالإضراب لمجرد الإضراب أو التسكير لمجرد التسكير، ولكن نحن اليوم تلقينا وعود ووعود منذ أشهر، وحتى اليوم ما في دواء بالصيدليات. دكتور جورج، اليوم الصيادلة ابتداء من هار الجمعة رح ينفذوا إضراب لمدة 3 أيام بالمرحلة الأولى، وهي صرخة عن كل مواطن ما عاد يلاقي حليب لأطفاله، ما عاد يلاقي دواء. الهدف الأوحد تسليم الدواء وترشيد الدعم على الدواء. وهون إذا بتسمح لي بدي أقول شغلة، نحن اليوم مع ترشيد الدعم وليس منع أصناف معينة من الدخول إلى لبنان، لأنه هذا الشيء رح يؤدي إلى إقفال المكاتب العلمية وشركات الأدوية، وبالتالي صرف مئات الصيادلة ومئات الموظفين. نحن الهدف ترشيد الدعم، سيكون الدواء موجود بالصيدليات وليس بالسوق السوداء بأسعار خيالية أو خارج الحدود اللبنانية، وهذا الشيء عم بيكون من جيبة المواطن وهذا منه مقبول. سؤال أخير، تعليقك دكتور جو سلوم على احتمال تعليق استيراد الدواء اللي في منه صنفين مصنعين في لبنان. نحن هذا الموضوع نحن ضده بالمطلق، لأنه هذا الشيء مثل ما ذكرت رح يؤدي إلى بسكير مئات الشركات والمكاتب العلمية وصرف العديد من الصيادلة. نحن خلي السوق يكون حر، نحن معودين على لبنان الحرية المطلقة
بالاستيراد والتصدير والتجارة الحرة يرفع الدعم عنه، ولكن ليس منع الاستيراد. إذا المواطن قادر يشتري هذه الأصناف، خلينا نكون نحن السوق متاحة للجميع، ولكن ما منا نوصل لمطرح نحن منحدد له خياراته أو بيكون عنا اقتصاد موجه. الدعم على أصناف معينة والحرية للجميع. بدي أشكرك الدكتور جو سلوم. البنزين أيضا يعاني، وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة طالب بتأمين الحماية للمحطات التي تشهد طوابير، ورد الأزمة إلى سببين: الأول عدم فتح الأتمدات ما أبقى بواخر المحروقات متوقفة في عرض البحر، والسبب الثاني شائعات رفع الدعم عن المحروقات. توازيا صادقت الحكومة العراقية على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن إلى 1,000,000 طن. إلى ذلك فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لشحنتي فيول، وأزمة تقنين الكهرباء إلى الانفراج بدءا من السبت المقبل. واليوم صدر جدول أسعار المحروقات كما أفادتنا في نشرة 7:15 جوزيفين أبي غصن. صدر جدول أسعار المحروقات، هذا الجدول الذي لم يصدر منذ 19 أيار، وسجلت زيادة على البنزين 900 ليرة وعلى المازوت 1400 ليرة، وأصبحت الأسعار بنزين 98 أوكتان 43,000 ليرة، بنزين 95 أوكتان 41,800 ليرة، والمازوت 30,000 ليرة. كما أفدنا من مصادر نفطية فإن هذا الأسبوع سيشهد نفاذ لكمية البنزين من المحطات في ظل عدم وجود أي حلحلة للبواخر الموجودة مقابل الشاطئ اللبناني، أولا بسبب عدم إعطاء أذونات بالتفريغ، وثانيا بسبب عدم فتح اعتمادات مدعومة. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان صريحا ووصف الأداء الرسمي بالضعيف في كل الملفات، وقال للبنانيين لا بعشرة ولا بعشرين ولا بثلاثين سنة ستحل الأزمة، والمعاناة ستزداد، وما باليد حيلة سوى محاولة تخفيف أعراض المرض طالما أن معالجته مستعصية، وبشر بأن الدعم سيتوقف والغلاء سيزيد والمعاناة ستتجدد. يجب أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها أيا تكن الظروف. اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكرة أولا هو مضيعة للوقت. القوى السياسية بدل أن تتحدث عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة فلتتفضل وتشكل حكومة. الذين يقررون مقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها فليتفضلوا ويشاركوا في الحكومة. دولة رئيس الأستاذ نبيه بيري ونحن نساعده في منتصف السعي. بتمنى ما حدا يعمل تواريخ. عندنا في لبنان المحتكرون يسرحون ويمرحون ومعروفون، لكن يحظون أيضا بالتغطية السياسية، محميين بالقوى السياسية ومحميين يمكن أيضا بمرجعيات دينية طائفية، ومحميين يمكن يكون أيضا من جهات في الدولة. وتعهد نصر الله باستيراد البنزين من إيران. هلأ لبنان يقبل يقرب، بتمشي بواخر البنزين والمازوت من إيران وبتجي على لبنان، وقد ما بدكن مازوت وبنزين وبالليرة اللبنانية، وما في داعي مصرف لبنان يقول ما عندي دولار وبدي دق بالاحتياط الإلزامي وأموال المودعين. ممكن يجي وقت خلاص الدولة ليش تحمل مسؤولية. أنا من هلأ بقلكم نحن حزب الله هنروح على إيران نتفاوض مع الحكومة الإيرانية وهن قبلانين، ونشتري بواخر بنزين وبواخر مازوت ونجيبها على مينا بيروت، وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمازوت إلى الشعب اللبناني. في المواقف أيضا تكتل لبنان القوي رأى أن على رئيس الحكومة المكلف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وأن على جميع المعنيين تحمل مسؤوليتهم لناحية إظهار الحقائق دفعا للتأليف. وبحثت الأو تي في عن المفقود سعد الحريري وسألت أين سعد الحريري من التجاوب مع مسعى رئيس المجلس نبيه بري للتأليف، وأين سعد الحريري من مناشدات القوى السياسية كافة وآخرها حزب الله على لسان السيد حسن نصر الله. النائب فيصل كرامي يكثف اتصالاته، وبعد زيارته رئيس الجمهورية والسفير السعودي قصد أمس بكركي.
هناك رئيس حكومة مكلف، ونحن نتمنى له ولكل المخلصين في البلد أن ينجحوا في تشكيل الحكومة. مستنكر لكلام قيل بحق المملكة، في رضا وفي حب وفي ود. الرئيس نبيه بري المتمسك بمبادرته أكد لنقيب المحررين جوزيف الصيفي أن الأسبوع حاسم على صعيد التأليف. المفروض أن يكون هذا الأسبوع حاسما، لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل، وأضاف إن شاء الله تكون النتائج إيجابية وهنالك اتصالات حثيثة لأجل تذليل العقبة أو العقبتين ليس أكثر. أطلق نقيب المحامين ملحم خلف انتفاضة المحامين الكبرى خلال لقاء عام في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل، وقال النقيب خلف في ندائه: طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف، طفح الكيل من قضاء مسخر مطواع مسير، طفح الكيل من قضاء متشاوف متعال مكابر، طفح الكيل من قضاء غير فاعل غير منتج وغير حر، طفح الكيل من قضاء يصرف النفوذ ويذهب إلى حد مخالفة القوانين، طفح الكيل من تقويض القضاء بالمحاباة والمصالح، طفح الكيل من قضاء أسقط استقلاليته مقابل مراكز طائفية ومذهبية. خلف دعا لترجمة الانتفاضة بخطوات عملية من خلال تحويل انتفاضة المحامين إلى قوة مجتمعية من خلال التفاف اللبنانيين حولها، كما ودعوت نقابة المحامين في طرابلس والقضاة إلى الانضمام إليها. نعلن الخطوة الأولى من هذه الانتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء فورا وفي مهلة لا تزيد عن 20 يوما. في حال عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية. ليس إيقافا لمرفق العدالة بل إيقافا للا عدالة. وفي الذكرى 22 لاغتيال القضاة الأربعة، أحيى الجسم القضائي الذكرى ووضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إكليلا على النصب التذكاري في قصر العدل في صيدا قبل الانتقال إلى قصر عدل بيروت حيث كانت وقفة أيضا. إن القضاء قد حسم الخيارات وحدد الأولويات، وهو لن يكون ساكنا أو صامتا بل فاعلا ومبادئا، وهو من أقر تشكيلات ومناقلات قضائية مع ملاحق ثلاثة آخرها الملحق تاريخ 27/5/2021، وذلك بإجماع وبإصرار غير مسبوقين وبحرية غير منقوصة. مؤتمر دعم الجيش في 17 الشهر. كاريتاس لبنان معا في مواجهة الأزمات ومستمرة في العطاء رغم الصعوبات والوباء. هل من دعم للمغتربين لإنقاذ المواطنين من الأزمات المظلمة؟ وكيف نصل إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشيل عبود ومداخلات لمعنيين الأربعاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. في منشات المساء اليوم الأربعاء: لبنان يغرق، فهل من ينتشله وينعشه؟ مبادرة بري أجهضت أو ساريت المفعول؟ الكابيتال كنترول المتأخر، هل لا يزال يجدي نفعا؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار 5:15. إعداد وتقديم ميشيل الصيفي.
فرنسا تتابع اتصالاتها بشأن انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تحدد موعده في 17 من حزيران الجاري عبر تقنية الفيديو حسب ما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية. ولفت مصدر مطلع إلى أن الهدف من المؤتمر هو تنبيه الدول إلى تدهور وضع القوات العسكرية اللبنانية وظروفها المعيشية، إضافة إلى تشجيع الهبات للجنود والقطع العسكرية. لبى الرئيس أمين الجميل دعوة رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للرومي الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش لزيارة مطرانية سيدة النجاة في زحل، ترافقه عقيلته والوزير السابق إلي ماروني. في حضور أساقفة زحل ورئيس البلدية أسعد صغيب والسفير إلي ترك ورئيس تجمع الصناعيين وفعاليات المدينة، وجال الوفد في حديقة الأساقفة وقاعة يوحنا الذهبي الفم والمتحف البيزنطي ومكتبة سيدة النجاة ومكتبة السفير فؤاد الترك. وكتب الرئيس الجميل في سجل المتحف مهنئا المطران درويش بالأعمال النهضوية التي تذكر بطائر الفينيق. أعلنت السفارة الروسية في بيروت أنه بعد القيام بالترتيبات لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط لموسكو للقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وبسبب ظرف استثنائي طرأ فقد تم الاتفاق مع جملاط على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه. سجل كورونا 5 وفيات و173 إصابة في الساعات 24 الماضية. ذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي، حيث تولت طائرات حربية قصف مواقع سورية من الأجواء اللبنانية، وكان قد سجل تحليق للطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء كسروان وجبيل. وتحدث المرصد السوري عن أن القصف استهدف القسم الجنوبي الغربي في حمص ومحافظتي حماة واللاذقية ومحيط مطار دمشق. ولفت أيضا قبل قليل إلى ارتفاع قتل القصف في الإسرائيلي إلى 10 عناصر بينهم 7 من جنسيات غير سورية. الولايات المتحدة ستبقي مئات العقوبات على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق النووي حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أعلن البيت الأبيض أن عددا قليلا من القوات الأمريكية ما زال في اليمن لمحاربة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. على خط آخر، ذكر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن صور الأقمار الصناعية أظهرت إنشاء خنادق جديدة في موقع سان جريان الإيراني في كانون الثاني الماضي، والذي يشتبه بتنفيذه تجارب تتعلق ببناء صواعق أسلحة، مع الإشارة إلى أن الموقع يتكون من سلسلة أنفاق تحت الجبال. علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعرضه للصفع على الوجه أمس على يد شاب عشريني أثناء جولة له جنوب شرقي البلاد، فقال: لابد أن نضع هذه الحادثة في سياقها، إنها أفعال منفردة صادرة من أشخاص عنيفين للغاية. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع على الساحل. كان في النشرة: لا مجلس عزاء، الحريري أجل الاعتذار وعون يسأل عن إنكار وجود رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية. والكتائب: لبنان رهينة فريقين يدوران به في حلقة مفرغة. تعميم مصرف لبنان سبقه الدولار مسجلا 14,000 ليرة. الاتحاد يعلن الإضراب والمحامون الانتفاضة الكبرى على القضاء. لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية. الدواء استعدوا للجنيريك، ونصر الله يعد بالبنزين. نحن حزب الله هنروح على إيران ونشتري بواخر بنزين وبواخر مازوت ونجيبها على مينا بيروت، وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمازوت إلى الشعب اللبناني. غارات إسرائيلية على سوريا من لبنان. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.